موديفاير جديد من الموديفايرز المتعلقة بالخطوط. خدنا في الدرسين اللي فاتوا موديفاير اكسترود، موديفاير بيفل بروفايل، وموديفاير سويب. معانا في الدرس ده موديفاير اسمه ليث، وهندخل معايا موديفاير كاب هولز. زي ما قلنا ان موديفاير ليث من الموديفايرز المتعلقة بالخطوط، معناه ان انا برسم حاجة معينة، قطاع او باث معين، واشتغل عليه الموديفاير. موديفاير ليث هيساعدني في ان انا الف اي قطاع 360 درجة حوالين نفسه. يعني ايه الكلام ده؟ هنيجي هنا في الفرونت مثلا ونرسم قطاع بالشكل ده. كأني برسم البرامج، هرسم الشكل اللي انا محتاجه، وليكن مثلا بالشكل ده عشان نستعرض قوة موديفاير ليث. ممكن كفاية كده، نقفل الشكل هنا، بعمل سكيب. ده كده القطاع بتاعي. نيجي لقائمة الموديفاير هنا ونكتب ليث ال، هتلاقي اول واحد طالع لك ليث اف 3 عشان اشوف شكله. هتيجي هنا هتلاقيه مديك كذا وضع في الالاين، مينيمم وسنتر وماكسيمم. كده لو دوسنا مينيمم، وده السنتر، وده الماكسيمم، وفي الغالب هتكون محتاج شكل الماكسيمم. بعد كده بيقول لك عندك هنا الدايركشن اكس واي زد، هنسيبها زي ما هي. طب اقدر اعدل في الشكل ده ازاي؟ عادي جدا. ممكن اول حاجه نطلعه كده، نخليه هنا فوق، نشغل اكسس كونسترين السناب. بعد كده لو عايز اعدل في القطاع برجع هنا عند اللاين وما فيش اي مشاكل. لو عايز احرك اي حاجه في الفيرتكس السيجمنت هنا كده، عايز مثلا ارجع ده جوه شويه هنا، انزل دي هنا كده لحد ما اوصل للشكل اللي انا عايزه. ممكن دول يدخلوا هنا كده شويه بالشكل ده، وممكن تجيب اي شكل انت عايزه من النت كصوره مثلا عشان تعمل شبهه. خلينا مثلا نقف لي كده، اخرج من اللاين، ادوس ليث، هيكون الشكل اتعدل معايا شويه. عايزين نقول بقى اول حاجه ان انت بتقدر تستخدم اوامر الترانسفورميشن اللي هنا، اللي هي الموف والروتيت، بيتحرك عادي معاك. والسكيل بقدر اعمل له سكيل تاني، ان انا اطوله شويه، اقصره شويه، ان انا اعمل له ستريتشنج، وهكذا. تاني حاجه، لو عملنا زوم كده هتلاقي فيه تكسيرات كده في الشكل. اكيد انا مش عايزه بالشكل ده، انا عايزه مثلا يبقى سموث شويه. هتلاقي هنا عندك في البارامترز سيجمنتس، السيجمنتس دي كل ما زودتها كده هتلاقي الشكل بينعم معاك وبقى بالشكل الجميل ده. وممكن تكون انت محتاجه يكون اقل من كده، ممكن يبقى محتاج اصلا يبقى متكسر، عايزه مثلا بالشكل ده او بالشكل ده. نرجعه تاني، نزود السيجمنتس، نخليها مثلا 50. طب انا عندي دلوقتي هنا مشكلة، الفتحة اللي موجودة فوق هنا، لان انا لو شفت شكل القطاع هتلاقيني ما كنتش راسم لاين هنا. يعني هو لما لف الشكل ده حوالين نفسه انا ما كنتش راسم خط هنا عشان هو يقفله. في الحالة دي بعمل ايه؟ هنا بيجي دور موديفاير الكاب هولز، بفتح الموديفاير ليس وادوس سي كاب هولز، هتلاقي قفل معاك الشكل بالطريقة دي. ممكن نظبط الشكل اكتر ونلم الدنيا دي كده، مثلا اجيبه بالشكل ده عشان يعمل شكل البرمة بطريقة اوضح. اي قطاع تاني عايزين نرسمه بشكل كده قطاع عشوائي، ممكن يطلع معاك حاجة في الاخر. هديله الليث، هدي الليث واخليه ماكسيمم، طلع معانا الشكل ده. ممكن تجرب تعمل اي شكل انت عايزه، ممكن اعمل الشكل ده كده اهو، واديله ليث ليث، هيطلع لي الشكل ده ماكسيمم. من اي قطاع 2D بترسمه بتستخدم امر ليث، وبيلف لك الشكل حول نفسه 360، بيكون لك حاجات ديكوريه ممكن نستخدمها ويعمل البرامج. وعشان نقفل الهولز دي بنستخدم موديفاير كاب هولز، وبدوس سي، ده موديفاير كاب هولز. نفس الكلام هنا كاب هولز عشان يقفل التوب
المفتوح بتاع الشكل.